السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في حلقة جديدة مقدمة لكم خصوصا من أجيت فهم عبدو، قناة متعلقة بكل ما يتعلق بالشراء عبر الإنترنت، الكريبتو، أجيت فهم، الذكاء الاصطناعي إلى آخره من المجالات. كما نتوفر على قناة للجيمنج، نتمنى أن تشتركوا فيها كذلك ولا تنسوا تفعيل جرس الإشعارات لكي يصلكم الجديد. فالبدء على بركة الله. فموقع اليوم اسمه steve.ai. هذا الموقع يتيح لك أن تحول يعني the only AI to create live action videos using text، تحويل النص إلى فيديوهات. في الأول يعني قررنا بأن الأمر مستحيل يعني تحول تكست إلى فيديو، لكن ما سوف نفعله ونقوم بتجريب هذا الشيء إذا يعني إذا كان حقيقة، إذا كان يعني فيديو بدون أي lag أو bad animations. سوف نرى إذا الأشياء حقيقية. فلنعمل الآن sign up for free، لأن الآن هذه أول تجربة لي في هذا الموقع. سن sign up، سوف نقوم بالدخول بال أوكي. لا طلعت لنا رسالة. We are pressured for inconvenience due to high traffic. Video exports are currently unavailable. Our best minds are working to resolve the issue. يعني الآن الموقع لديه مشكل. مشكل الاكسبورت، يعني مشكل فقط اكسبورت الفيديو، لكن هذا لا يهمنا. ممكن ان نقوم بالتجربة لكن لا يمكننا استخراج الفيديو، لان اول شيء اود ان اوضحه وان هذه العضوية مجانية، ويعني لا يمكنك ان يعني تتوفر على ميزة البريمير الا اذا اشتريت، يعني ضروري انك تشتري العضوية لكي تستفيد من كافة الخصائص. اوكي. هذه فترة مجانية، يعني توقع أي شيء، ربما تكون واتر مارك وسط الفيديو إلى آخره. هذه فقط تجربة كي نرى قوة هذا الذكاء الاصطناعي في تحويل التكست إلى فيديو. تكست تو فيديو، نعمل ستارت ثم ننتظر قليلا. أوكي، هنا يعطيك تايب أوف فيديو، إذا أردنا لايف فيديو أو أنيميشن فيديو. سوف نختار لايف فيديو، ثم في اعتقد يعطينا فقط خيار واحد. سو سوف نعمل انيميشن فيديو. هنا مجموعة من الخيارات، يعني بروموشن، مثلا نريد مثلا بروموشن للريستورون. اوكي، وبالنسبة للكاتيجوري سوف اعطيك كاتيجوريات عديدة، مثلا البيزنس او الفاشن او الفود. سوف نختار فود، ثم نختار لحظة كوكي ريسيبي بيتزا شوب. اعتقد سوف نختار كافي اد. اوكي، كريت سامبل سكريبت. اعتقد هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، يعني هذا في المرحلة الأولى سوف يعطيك سين، من سين واحد إلى سين تسعة. اوكي، من سين واحد إلى سين تسعة. مثلا في المقطع الاول سوف تلاحظ بان looking for something new to warm your mug، سوف يعطيك مقطع خاص بهذه الجملة. or seeking the best pro method for your favorite blend الى اخره. هذا اسم الماركة. let's connect our coffee from the new apple crisp macchiato to roasted hot of iced coffee الى اخره، وهذا اسم الماركة. اوكي، فلنرى الان. music، اعتقد voice over لا نحتاجه. auto highlight، voice over ممكن انك تلصقه في هذا السكريبت عن طريق فيديو اشرت اليه، هو هذا، حول اي نص الى صوت احترافي. تقوم بعمل كوبي لهذا التكست. اعتقد لا يمكنك عمل selection كامل، فقط تعمل select واحد بواحد، ثم تعمل كوبي باست في الموقع الذي ترونه في هذا الفيديو. كافي انيميشن سورس، سوف نعمل ال ثم نعمل نيكست. تجربة اشارة الى ان الفيديو سوف تكون في تقريبا 37 ثانية، وهنا نختار الديزاين الذي نريده. سوف نختار مثلا، بما ان اعتقد هذا، نعم نختار هذا. الان ننتظر الماجيك. اذا كان هناك ماجيك بطبيعة الحال، اذا لم يكن هناك ماجيك ف سوف ننتظر سنة سنتين حتى نرى إلى أين يصل هذا.
Interesting. Interesting. أعتقد أعجبني هذا النوع من التكست. فكما تلاحظ أن معي هنا العضوية بروميوم ب$15 في الشهر لكي يتم إزالة هذه الواتر مارك. كذلك تحويل التكس فوق أو تحت كما ترون معي هنا. وهذه الشخصية يمكنكم تحويلها كذلك هنا. نلاحظ مجموعة من اللايوت، يمكنكم اختيار اللايوت الذي يعجبكم. وهنا سين تايم، هذه السين يعني الوقت الذي بدأت هذه السين. تشينج لكاركتر بأي كاركتر تريدونه، يعني عندكم مجموعة من الاختيارات هنا. مثلا هنا نلاحظ بأن هذا الخيار تم عمل له تشينج. وبالنسبة للكالر كذلك يمكنكم عمل تشينج للكالر التي تريدونه. اوكي، وبالنسبة لهذه فقط تعمل تشينج للألوان. ثم يمكنكم عمل كذلك ديبليكيت للسين. مثلا هذه السين تكون مضاعفة، تكون مضروب في 2. اوكي، بالنسبة للاوديو، يمكنكم عمل اد فويس اوفر، جنريت فويس اوفر. مثلا نعطيكم مثال هنا، سوف نعمل جنريت هنا. فكما تلاحظون معي هنا تم إضافة الفويس أوفر للمقطع. يمكنكم عمل هذه الخاصية، يمكنكم مثلا الذهاب إلى كابستاسي ستوديو الذي أسجل به الآن. يمكنكم عمل تسجيل لهذا المقطع. بالنسبة لهذه هناك برامج عديدة للذكاء الاصطناعي تسجل هذه العلامة، أو يمكنك كذلك عملها إيديت بالبرومير برو عن طريق مثلا هذه الخلفية. يمكنك اقتطاعها ثم اضافته هنا، وسوف تكون لديكم مقطع متكامل بدون اي حقوق. سوف اعطيك فقط اعلى خاصية وهي 780p، ثم هذا الاسم، ثم التايب، تايب mp4. ثم عندما تعمل دولود سوف نرى اذا سوف يتم تحميل الفيديو او لا. لا اعتقد، فقط هذا اوديو لديه مشكل كما رأينا في المساج السابق، يعني هناك تحديثات في الموقع لذلك، والترافيك كذلك عالي. ولكن أعتقد يتم الآن التحميل، نتمنى لكي نرى الآن. نعم، الآن تم تحميل الفيديو بنجاح. نعمل داونلود ثم ننتظر حتى يتم فتح نعم، هذا هو الفيديو، فلنقوم بفتحه الآن. أعجبني الفيديو، إلا أن هناك تعقيبين. التعقيب الأول وهو اللايرز، أنت ترمي هنا. لحظة،
هذه هذا هو المشكل، لأنه عندما يرى مثلا بأن الاسم قصير يعطيك هذه يعطيك تقريبا ثانيتين. أوكي، هذا هو المشكل رقم واحد. المشكل رقم اثنين وهو الصوت، لأن الصوت الفويس أوفر يختلط مع الصوت لل يعني الميوزيك، الفويس اوفر مع الميوزيك، هذا هو المشكل الثاني. لذلك ما انصح به هو انك تعمل ميوت للميوزيك صفتنا الخاصية في الفيديو. عندما تعمل ميوت للميوزيك ثم او يمكنكم عمل عدم يعني استعمال الفويس اوفر، تستطيعون الذهاب الى هذا الفيديو لكي ترون كيف تعمل اكسبورت للفويس اوفر، ثم تستخدم برنامج بريمير برو تقوم بدمج الفويس اوفر وكذلك الميوزيك. الميوزيك تنقصها تقريبا في النصف او نقول 20%، ثم تضع هذا الفويس اوفر فوق الميوزيك، ثم مبروك عليك فيديو تحويل التكست الى انيميشن. الموقع صراحة يستاهل اكثر والله العظيم، لان فقط بهذه الانيميشن تستطيع عمل تشينج للكاركتير وكذلك الاوبجكت. لم نجرب يعني هذه اول مره نجرب هذا الموقع، لم نجربه مره ومره ومره، لكن يمكنكم عمل حسابات كثيره للتجربه. وهذا مكان لهذه الحلقه، البيزك $15 في الشهر والستارتر ب $45 في الشهر، يعطيك هذه 5 فيديوهات في الشهر في 720 بي فيديو ريزولوشن. وكذلك الجميل في الامر انه يزيل الواتر مارك. والستارتر ب $45 الى اخره، تستطيعون عمل تشيك لهذا الفيديو او هذا الموقع في اسفل الديسكريبشن. لا تنسوا الاشتراك في القناة لدعمنا، اشتراككم ودعموا لنا لكي يصلكم الجديد. شكرا للمشاهدة و see you later.